خمسة أب
mental distress, rero, mental hemorrhage, rero, mental injury, rero, mental infection, especially. علشان الولادة مطولة بالفحص كتير والتدخلات كتير وبتعمل ريزيرشن وتغييرات ماشي 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 وطب ما النتيجة ما بتقولش ويبقى آخر أكل فينا إيه؟ بس إيه ده؟ صبح إياها يا نهار أسود يبقى بس صبح صبح الفل بس إيه ده؟ ستريس إيه ده؟ هيمرش أو إيه حصل هيمرش؟ رجع الراس ماشي كومبريشن على الراس وفي ده انجري اللي بتدخلات هو انا اسكن ولا انا احط فورسبس واشده؟ عارفين ليه؟ بالذات حضرتك عندي ان الغشيم الجهل والفقر والمرض يهيئ له ان الستيشن لور داون والبيبي اللي يكون بس ايه يبقى قوي صايع قوي وتفتيك هذه الكيبو سكسيتي فورس امبريشن اوف ايه؟ اوف لور ستيشن ابلكيشن انا خلاص هانت والراس تالت حط لها فورس كتاب يا ضايع انجري انجري فيتال انجري اكتب فيتال ايه في الاخر؟ فيتال دس وانا يا دكتور ايه اللي هيحصل في الحمل تراينستر تلو الاخر تراينستر انا سبت الحمل هنحس دلوقتي هو الكلام اهلا معلم بس عليه وديه وهتكتبوه ايه اللي هيحصل يا دكتور محمد الفيرست تراينستر هذا الفيرست تراينستر لو عندي عظم الحوض ضيق قوي الصراحه ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه لكن كلام عظيم مكتوب في الكتاب ايه الكلام العظيم المكتوب في الكتاب؟ بيقول لك لو الحوض ضيق قوي بالمنظر ده شايف؟ والبروموتر والكاسترم عندها شمسيه كده عندي ايه الاخبار؟ وقال الرحم اهو طب الرحم عندي عايز ايه حضرتك؟ عايز يكبر فوق ان الحوض ده لدرجه ان مانع ايه؟ كبر اثبته ده كلام منطقي ولا هبل؟ هبل طب ايه اللي هيحصل هنا؟ لو البيبي ده الرحم مش عارف يكبر من فوق ايه اللي هيحصل في البيبي؟ ابوش هيبتدي يقول لي ابوش في الاسبوع كام؟ يبتدي يحصل فينينج فينينج الانتيريور وول فينينج الانتيريور وول بيسموها انتيريور سيركيوليشن اساس يعني كانه كيس يعني كده ما هو مش عارف يكبر مش عارف يكبر كده لفوق يبتدي يحصل حته بتبص ساك 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 ترفع 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 طب واخد بالانتيريور سيركيوليشن بيحصل مين؟ هناخدها من درس اسمه رابشر يوتريس اقول لك الرابشر يوتريس احيانا اليوتريس بيعمل ساك من قدام بيسموها انتيريور سيركيوليشن او العكس ساك من ورا بيسموها مين؟ مستيريور سيركيوليشن وما هي الاسامي سميتونا ولا الكلام ده بنشوفه ولا له اي معنى كلام فارغ اطلع معايا فوق سكند ترايمستر ايه اللي حصل؟ راح موقف بعد ما دخلته بقى خلاص احنا بره سكند ترايمستر راح بره شايف ايه الحاجه اللي مدبلها عندي حضرتك من الكدني ورايحه تحت البلادر اللي اتزنقت العادي ما بتزنقش اما بيبقى واسع انا بقول لك لو الحوض ضيق قوي هيفضل من الرحم ده على اليوريتر ويحصل ايه في اليوريتري ستيزس فيحصل عندي ريكارنت كلام معقول ولا تحس انه كلام خايف؟ رحم ايه اللي يبقى عندي الحوض ضيق فيزن صل اليوريتر ده سوفت تيشو يعني حاجتين سرق بعضها يعني كلام خايف طب كل اللي بعديها في الثيرد ترايمستر وايه اللي يحصل عندي والله في الثيرد ترايمستر الدكتور المفروض يجي يقرا على اسبوع 36 وينزل تحت علشان يعمل انجيشمنت لكن هنا بيبقى الحوض ضيق هيعرف يعمل انجيشمنت ولا لا؟ مش انجيشمنت وهتكتشف عندي ان الواد مش عارف ينزل لتحت فتبتدي بطن الام ترهرب 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 وتبقى مين؟ بانتلس وتبقى بانتلس على فكره ايه؟ على فكره ايه؟ عشان كده انا اقدر اعمل اسسمنت واقدر اكتشف سي بي دي بسيرفن جنرال اكزامينشن وابدومالي ايه دليلك في الابدومن ان عندك سي بي دي؟ لو لقيت الهاب انجيش ولا نوت انجيش على اسبوع 37 38 لقيت الابدومن عاديه ولا بانتلس؟ واقدر اعرف عندي حضرتك عندي ان في سي بي دي في الهيستوري هيستوري اوف ايه الولاده والحمل السابق والكومبليكيشن سجستف ان ذير از سم سورت اوف اوبستراكشن او اقدر اعرفها حضرتك بس اكيد اقدر اعرفها من انهي اكسلريشن يوجا يوجا عايز تعرف الحب ده
يبقى تعمل ايه عندي؟ تعمل عندي لوك انسرتيشن وحد لا يقول لي يا ولاد احنا دلوقتي بقينا نعمل بيرميمتري ولا سبيشال تاسكس؟ اكتب على الفيرت اعمل على البيرميمتري العلامه دي. هفضل اشطرها بالشطاره مش بقدر حاجتين بس اللي انا عملهم في الحوض والباقي كله غير. انما اللي بيتعمل فعلا ايه؟ سبيشال تاسك سبيشال تاسك. يلا كلهم عندي كلهم عندي يلا يلا ايه هم السبيشال تاسك؟ اول واحد اسمه مين؟ كده ده كام دكتور؟ دكتور واحد من تحت ولا من فوق؟ من فوق. طب ومولا؟ من فوق ولا من تحت؟ من الحتتين. طب واخر واحد كيرلز موديفيكيشن وكده من فوق من تحت كده بس. طب يا دكتور والسادات كانوا بيعملوا ايه؟ بيشوفوا مقاسات الحوض، هل المقاسات اللي انا حفظتها لك في اول الحصه بيشوفوها ازاي يا دكتور؟ يا كلينيكال يا راديولوجي، راديولوجيكال معقول حد يعمل اكشن مفاجاه يعمل اكس راي على واحده حامل ويشوف الحوض عندي ويعمل ايه في البيبي؟ انا ما لسه اكتب على الراديولوجي ده اوبستوميد اوبستوميد. طبعا طبعا اللي يجيب سيرته في الشفوي البنت اللي فاكره نفسها من العشر الاوائل وما بتسيبش سطر في المذكره وتكتبه في النظري، تبقى البنت دي فاهمه ولا مش فاهمه؟ انا اكتبه لكن اجي في الدرس واقول لك ولا دي سنه فاهمه. لا نظري ولا شفه ولا في حاجه اسمها رتيول. معقوله معقوله اعمل اكس راي على واحده حامل؟ معقوله يا حسن؟ امال اعمل ايه على الحامل؟ اكس راي ولا صمام؟ ده بتقول لي بقى يا جميل. انا جبت لكم سيره قبل كده في الولادة علشان أشوف الرأس عشة في الحوض جبت سيرة الصنار بقول لك حوار أنت عندي يوم الحالة دي كانت لسه من ساعة حصة فاتت يا دكتور أنهي حالة لازم صنار؟ كتبت على الراديولوجي بوكسيت كتبت تحتينا نو دايز أفتر ذا أونلي نوت إز أفتر ساوند سبيشلي إن بريتش. Nowadays, the only lump is ultrasound, especially in breech. Probably. وليدي أنا عامل سونار في البريتش؟ هكتشف إيه عندي يا بنت؟ وليدي كده أنت مش محضر ولا إيه؟ وليدي يلا التوحيد. في يعني إيه؟ هايل. أنهي تايب سألتولد يا تهاني؟ الكومبليت. والفريش سألتولد ولا الكومبليت؟ الكومبليت. عايز اسمها بريتش إكسبريشن ولا أوبسليت؟ إمتى أعمل بريتش إكسبريشن؟ إديني إكسبريشن ولا أوبسليت؟ سكند وينز أوف. H. قال لي H ممنوع يتولد. 34 أكثر من 34. ويت. قال لي ويت ممنوع يتولد. أكثر من 3 ونص أقل من 2. هات. قال لي هات ممنوع يتولد. ستار إيز. فضل حاجة خمسة. هات الكبرس. والديكسكلود عندي كان عندي كونجنتال فيتال مايكرونيشن مشهورة اسمها هات. ولو فجأة بقى إن شاء الله وبريتيرد هات بأكثر كم كان بريش. بضطر يا تهاني أحط إبرة وأعمل إيه؟ ثابت وقول يا رب يا رب يبقى في فتحه علشان ادخل كده واسدد البلديه واعمل عمليه اسمها فالنتاين اوبريشن. الحمد لله الحمد لله على الفيسه اللي كلها مربطه ببعضها. طب يلا كمل معايا يا مهاجم. يبقى الراديولوجي اوبسري هم ايه اللي بنعمله؟ كلينيكال بيمتري. يعني ايه كلينيكال بيمتري؟ بالدايه بالدايه. بس يا دكتور ده مكتوب حاجتين، مكتوب انك بايديك من بره الاسترنال او بايديك عندي من جوه حضرتك مين؟ انترنال. يعني ايه يا دكتور اكسترنال؟ يعني من بره. يعني ايه انترنال؟ يعني من الاي بي بالبي بي بالبي بي راي. طب يا دكتور انتوا بتعملوا الحاجات دي حالا؟ هنكتشف كل حاجه عندي، هنكتشف كميه اسطول رهيبه بتيجي عندي حضرتك. يلا اكسترنال بيرمتري. وكانوا زمان بيعملوا ايه؟ وكان زمان يجي يخلي الست واقفه ويقيس المقاس من هنا لهنا من الميديا كريست دي للميديا كريست دي ويسموه ذا انتر كريست اوف ذا انتر 27 سنتي ونص. وكانوا زمان يجي يقيسوا هنا من الفير سبيري سباين دي للفير سبيري سباين دي ويسموه ذا انتر سباينس ذا انتر 25 سنتي. طب يا دكتور كده انت جبت ترانزفيرس بس ترانزفيرس بتكون من جوه ولا من بره؟ فاضل الانتر سبيري من بره. وكانوا زمان يقيسوا عندي من عند توبة الحزام من هنا لغاية عند الظهر من هنا ويسموه ده اكسترنال كونجيوجيت 20 سم. كان مكتوب كده اكسترنال كونجيوجيت 20 سم لو انا ما قلتلكش. كان مكتوب اربعة كان مكتوب واحد انا توبة 11 2 ومستدرك عارف طب وده مين ده؟
ده هيكون ال 12 ونص وكابين الرابع اكسترنال فيديو ديتا 20 سم وبتروح السير. عارف ما جبت السيره للحاجات دي ليه ولا عايز تعرفها وتتابع عليه كلهم في كلاس كلام بي بس كيو ليه ما جبتش سير كل الكلام ده؟ ليه بلاس ولا ملوش بلاس؟ رائع. ادي اسمها ايه بقى كده دي؟ ده اسمه الكونسبتس. انما انا بتعامل مع مين بس؟ مع بروفلس يبقى كل ده غلط. ايه الانتر كريستال ده 27 ونص؟ قلت انا مالك؟ قلت له ممكن تلعب بالجراحات دي؟ ايه الانتر سباينس 25 سم؟ انا مالك؟ ايه الاستر ايه يا دكتور ده 20 سم؟ طب حط لي الدهون اللي هنا المونز بيوبس، احط لي شويه السبتينيس تيشو اللي على الفيرتبرا اللي ورا، انا مالي انا ومالي الكلام؟ طب اتعامل حقيقي، ايه اهميتي الكلام؟ اهميتي يا سيدي ام سي كيو وشفوي. شافه يسأل سؤال ولا واحد امبارح عارف يجاوبه. ايه هو هذا السؤال؟ مين اكبر دايمتر في الحوض؟ على فكره اللي فات ما جاوبوش عشان ما تلمحوليش ده لسه بجاي. مين اكبر دايمتر المفروض كلهم يقولوا؟ اسمه ايه بقى؟ انت كريستال كام سنتيمتر؟ 27 سنتيمتر. طب ناخد السؤال. خش بقى اللي بعديها بس اسرع واحد اقول لك ب 50 جنيه زي ما عملت امبارح. ومين اكبر دايمتر في الفيتس؟ مين اللون اللي ما بحبوش؟ الابيض ولا الاسود؟ اللون الرمادي ده اسمه ايه؟ طب والبراو ده كان كام سنتي؟ طب حاجه بريجماتيك سبمنتو بريجماتيك بقى سبمنتو شيل الصف اسمه ايه؟ انتو فيرتيكال 9.5 بقت 11.5 بقت 13.5 غلط مش تراكو برجماتيك ستيرنو برجماتيك كان فيها صمت لا اسلام كان 18 سم بس بص يا ريت تاني كده بس وشك منور بس في بالك انتصار انتصار الشباب عارف حاسس كده اه بسم الله ما شاء الله تراكو يلا ده اسلام في الشغل يلا قول لي بقى حضرتك فعلا التراكو برجماتيك او الستيرنو برجماتيك 18 سم ده كان اكسبت ستيرنو ولا براو؟ كان فيس كان فيس طب وده كان انهي فيس؟ مانتو اكتيريو ولا مستيريو؟ استنى استنى اصل مانتو مستيريو بيطلع اربع معطيات زي الاوكسيد مستيريو هي لف قدام خالص يعني يلقي لف نص نص ويبقى بالعرض يا اما زي ما هو اسمه ايه؟ ريزيستنت يا اما يرجع لورا اسمه ايه؟ دايركت شفت القضايا دايركت عندي مانتو مستيريو الاكتراني ايه الثلاث فروق اللي بين المانتو مستيريو والاوكسيد مستيريو فاكرين؟ وكان الفرق حضرتك ان المانتو مستيريو لو لف لورا نو ميكانيزم اوف ليبر بعكس الاوكسيد مستيريو كان بيلف لورا 6% سهل 3% سهل 3% سهل 3% بذمتك يا جورج انا قلت حاجه كتير مش كل ده عم ده اللي بحرق لما شفت الاكسترنال تايم وبعد ما حرقت اللما لقيت ما تقول لي اكيد انا ضايع وقتي اكيد انا مسكيون الصبح اكيد شفته الصبح ايه يا ابني اكبر دايمتر في الحوض اه حضرتك الانتر كريستال ده كام يا ابني؟ 27 سم ونص طب يا ابني ده اكسترنال لا اكسترنال اكيد طب ده بيتعمل ولا ما بيتعملش؟ لا طب ليه يا ابني ما بيتعملش؟ كان ده فول سبيد برافو عليك عارف يا لو قلت لي اكبر دايمتر في البيبي والله العظيم اديك فول مره ما تمهلوش على طول تعالى ازاي تجاوب الشكوي قول له المراويه دي 13 ونص هيبقى ارجع صوت ال يا ابن الذين هات لحد بعدين اخش اديله الاسئله الشكوى اللي بشوف امتحان الشكوى عندنا عامل ازاي شوف الفريشمان بتاعك عامل ازاي اكسترنال من بره طب يا دكتور وفي اكسترنال غير من فوق في اكسترنال من تحت يا ده كويس اخرج من دول ده الدور ده يبقى قلقني لو فهمت هو بيقول ايه اذا كنت انت طب بيولوجي مش عارفين امال الفيزياء اللي هدخلك فيها دلوقتي عمل ايه الاخ توم عندي من بره؟ جاب في
كده ايه؟ راح ندي الست عندي من البوكس اللي بتولد واللي في الاسيوز ديش وراح حاطط لها دي كده. ايه يا دكتور حاطط دي كده؟ عشان لما احط النفس ده عشان لما احط الفيسبوك ده دي انا حطها ما بين عظمتين اسمهم فيسبوك ايه؟ ومجنون ده يا دكتور انت بتحبه؟ ده انا بموت فيه ده اسمه عبقري. ده يا دكتور العبقري ده عمل ايه؟ بس طلع لك بقى الناس من فوق شويه. العبقري ده عمل رول رهيبه جدا. قال لي ايه يا سيدي الرول عندي يا دكتور محمد؟ قال لك حضرتك ان البيبي لما بيتولد عندي من الاوتلت لما البيبي بيتولد من الاوتلت المصدر ده هو بص عليها من زاويه هندسيه. مش كده بقول لك الكلام عن الشديد شويه. الزاويه الهندسيه دي ان البيبي بيتولد في الحته دي. يعني رومبويد يعني من دايموند في المصدر ده. برافو عليك. هو قال لك البيبي بيتولد عندي حضرتك في المثلثين ليهم عندي كومن بيز. ايه كومن بيز؟ البايت يو طب اسمه ايه؟ كام رقم؟ كام سنت البايت اللي انت شايفه دايما كام في كام؟ الحمد لله 11 سنت. فجه قال لك ايه دقيقته؟ قال لك لما نيجي نحسب المخرج ده حلو ولا لا؟ اياك تحسب المثلث اللي فوق، اياك تحسب المثلث اللي فوق. ليه يا دكتور؟ خليني برسم الاجابه اهو. اياك تحسب المثلث اللي فوق، اديني برسم الاجابه اهو. ليه اياك تحسب المثلث اللي فوق؟ ان المثلث اللي فوق كله مغلف بايه زي ما انت شايف؟ بعض بعض. يعني ايه يا دكتور بعض؟ يعني راس البيبي وهي عندي بتتولد لا يمكن يوسع عندي هذا العظم. والله امال مين اللي تحت ده؟ ده ساكروس بايمس والساكرو تيوبرس ليجمنت. يعني ايه يا دكتور؟ انا مش فاهم اي حاجه. يعني اهو يعني اهو المنظر ده، شايف المنظر ده؟ شايف البيبي اخباره ايه؟ اتولد عندي من مثلث. صحيح المثلث ده مغلف منين؟ بعض. والمثلث ده مغلف اثنين ليه؟ ليه انت اللي ماسك من السكرم للتيوبر اللي لسه تيوبرس اسمه ساكرو ايه؟ تيوبرس. طب ليه انت اللي ماسك من السكرم للديسكال سباين اسمه ايه؟ ساكرو سباينس وساكرو تيوبرس ليجن. الله تعالى كده. لو راس بيبي راس الليجن طلع والدنيا ضيقه تقدر تبور اكتر لفوق ولا لتحت؟ ليه ما ينفعش تقدر تبور لفوق؟ عشان تكون مغلف ايه؟ بعض. اقول لك دليل؟ دليل حضرتك اما بيحصل عندي تير والست عندي تير عمرك ما تسمع عن حاجه اسمها يوريترال تير الا كل التير اللي تسمعها اسمها ايه؟ اكيد مفيش بس حاجه اسمها ليسر تير. اقول لك دليل تاني اما بحب اوسع بجيب المقص واقص العظم ولا اقص عندي المثلث اللي تحت؟ المثلث اللي تحت ده قال لك مين المثلث الاهم؟ الانتيريور ولا الاستيريور؟ وقال لك انا هحسب السيرفس اريا بتاعت المثلث بتاع الست اللي هتولد. نعم سيرفس اريا احسب السيرفس. يلا يا ولاد وين هو؟ وروني بقى اخباره وايه الفيزياء اللي بتقول عليه؟ السيرفس اريا بتاعت المثلث ايكوال ايه وايه؟ نص القاعدة. بص الثلاثة هي نص القاعدة. نص القاعدة فين؟ نص القاعدة فين؟ نص القاعدة مضروبة عندي في الارتفاع. مش شايفين؟ قال لك اللهم صل على لا دكتور واحنا بنجيب لنا سعيد كده في الامتحان. طب القاعدة دي اسمها ايه؟ النصاصة. لأنه ارتفع. قلت القاعدة اسمها ايه؟ هايبر كونسلتنج. أنا شكرا ارتفع. طب امال الارتفاع ده يا دكتور اسمه ايه؟ كل ده كل ده بيسموه سجتال. سجتال اللي ماشي مع مين؟ مع السجتال سوشيال. بس ما خدش السجتال كله، خدت انهي حته؟ الانتيريور سجتال ولا الاستيريور سجتال؟ طب حد فاكر الهاب الانجليزي؟ بقت حضرتك نص المايكروبرس دايمتر مضروب في ارتفاع مين؟ الاستيريور سجتال. تعرفوا اولاد تنصصوا؟ طب تعرفوا اولاد تضربوا؟ كبرتوا وانتوا بتطلبوا دلوقتي بعد ست سنين هتشيل عشان السوبر ماركت، حد فيكم بياخد دائم يعني ولا بتحرم؟ لا بتحرم كتير وخلاص تمام؟ احنا كبرنا ايه؟ كبرنا نزا وجع. دي ضعف الكل بقى وجع نزا. عمل اديشن ما بين الفايكيوس سنتر والمستيريوس سنتر. وقال لك كلمه السر 15. ايه دكتور دكتور انا مش قادر افهم مش قادر افهم مش قادر افهم مش لو ما كانش في اول مره مش هينفع اي حاجه. اي مثلث الاهم؟ الرجلاني ولا الوراني؟ الجيني ده اللي ايه من الوراني هو الاهم؟ لو بيحصل خير الخير بيحصل اكتر كتير ولا مستريو؟ ربنا سبحانه وتعالى طب ايه جاب الاناجم؟ يهتم قوي بالايه بقى؟ يهتم قوي بالايه؟ الكريمية ولا اللي بتسمعوا فيه؟ الكريمية بقى فتفاجئ ان معمول من ماسكولار ريكاستيشن اوف ماين ماسك لان ربنا سبحانه وتعالى
ان عندي اما البيت ينزل بيكون فوق ولا تحت؟ فمن دورانه تحت ممكن عندي يفتح الدنيا ويخش في فتحه اسمها ايه؟ ويحصل فيسترا، يحصل فيشر، يحصل مسخره. عشان كده ربنا عمل عقل اول دليل عن ريليبر. ده دليل اما انت بتوسع بتعمل ايه عن مين؟ الزفت بيتمحق الكون من الناس السيرفس اريا بتاعت الانتير ولا المسلمين؟ مع حد الكون وربنا مش كده بحب. بس لما جه حسبها بقى قال لك نص القاعده في الارتفاع ولا قال لك القاعده زائد الارتفاع احنا غلابه بتوع كليه الطب؟ قال لك احنا غلابه القاعده زائد الارتفاع. فبس حاجه واحده بس قاعدتك اسمها ايه؟ الكيوبس والارتفاع اسمه ايه؟ الكيوبستشن. وكلمة السر عندي كام سنتي؟ 15. لقيت انتوا عندي لقيت اكتر من 15 سنتي. اهلا وسهلا فيكم في الولادة الطبيعية. لقيت اقل من 15 سنتي. للاسف الولادة عندي صعبة يا دكتور. يا اما حد يقدر يكبره على 15؟ يا اما كبار جنرس الزيوتمي يا اما في الملائمه دعا امرنا ايقظها ونعمل فيه ولا ما نعملش نعمل فيصل. شفت الدكتور كنت انا بحبه وبكرهه في نفس الوقت. ليه بتكرهه يا دكتور؟ حد بيعمل كده؟ ده قاعد خطيبتك في الزيوتمي بيزيشن ورحت رايح على البوكس عندي في المنطقه وروح معلم على ايه ويحسب البايت يوبس دايمنشن قد ايه وبعدين يجي بقى ساعتها المزوره بتاعتك تروح حاسب الكوسبير ستيشن قد ايه ويقول لك نص القاعده ويقول لك القاعده ذات الارتفاع ويروح يطلع الموبايل 15 هتقول في دي 16 ونص هتقول في دي توأم. ايه الاسئله دي؟ حد بيعمل عندي اكسترنال بلجيمتري؟ نو. حد بيعمل من فوق وحد بيعمل من تحت. يعني ايه الطب من فوق؟ يلا جميل. اللي ما بين الاثنين اسمه ايه؟ انترفيس ابو لو بين الاثنين 25 ابو الاكسترنال بالجيمتري 20 ابو اللي من تحت كده عمل بي في ولا ما عملش؟ يبقى انترنال ولا اكسترنال؟ ايوه. اما يجي يعمل اكسترنال بيمشي عند قاعده مين؟ قاعده الكم. ايه قاعده الكم يا ولاد؟ ذا وايت يوبرز بلس ذا بيستيريو سكشوال سيجمنت ايكوال is this something. If more than that, welcome to vaginal delivery. If less than that, therefore, the posterior triangulation is to some extent small. Please, keep the mandi, enlarge it by generous exiotomy, or it is better to perform mandi cesareans. يعني كويس حلو يعني حلو مش بس حد هنا عمل تي في ولا لا؟ كل الاكسترنال ده اكتب جنبيه لا لكن ما بتشرحوا ليه؟ لا ما بيجيش للاسف خالص ما بيسالش في الشكوى خالص صاروا اعلى تمام؟ هما مين ده اللي بيتعمل وبتكتب جنبيه صح؟ الترنال كلمتري يعني ايه يا دكتور محمد الترنال كلمتري؟ بي بي هو ده اللي تركز عليه قوي بقى بي بي وفعلا تعيش اول ما عرفت ايه كان بي بي؟ بي. طب كان بي بي يا دكتور بتعمل ايه؟ اه بناخش واحد بناخش واحد. طب يا دكتور محمد انت عايز تعمل بي بي ليه؟ والله عايز الدايره لنجري اجيب مقاسات المقاسات سواء بتاعت المخرج او سواء بتاعت المدخل. هتعمل ازاي؟ طب تعالى اول حاجه اما ادخل ايديا بي بي ايه عند العظمه اللي بتضايقني في الارض؟ اسمع اسمع يبقى تعمل تمرين 10 صفحات يبقى فعلا الدكتور بيعمل ايه؟ وقت ما في العياده في اسبوع 37 في 30 طلع كده. لا ان شاء الله خير ان شاء الله خير. عارف حاسس هنا عظمه اسمها مين؟ عظمه اسمها اسم الاسبوعي. ده هو ده فعلا ده كلام واقعي ولا الكلام الواقع؟ اسم الاسبوعي. طب وبناء عليه وبناء عندي على الاسم الاسبوعي دي الراجل لا يقدر عندي حضرتك يقول لي كلمتين حط الاربعه. حط الاربعه. وعندي كم حوض يا ولاد؟ يلا نروح هذه الاحواض الاربعه اللي عندي دول. اوفر يا ريكوفرز يا اندرويد يا اندرويد يا مين؟ يا بتاعت الدولار. تمام. طب وازاي يا دكتور بيعرف الاحواض الاربعه دول مجرد عندي في الاي بي؟ معلش ولا الهبله دي؟ يا سلام اهو قالك ريكوفرز بس وبرونج اوفر جميل في المنظر ده يفاجئ ان الاسم الاسباني عندي بروجكتنج وجاتنج ولا مش بروجكتنج وجاتنج؟ سؤال طب مين الحوض وحش؟ الراجل الحوض شبه القلب بالمنظر ده هارد شيب. الاسفل سباين بيبقوا مين؟ بروجكتنج بالمنظر ده يا شباب
اوكي ادي الاستماد الاحوال حصل الاس كان سباي ممكن اطلب منكم زمان يلا بينا. طيب الراحل قصدي الحوض المتوج بالمنظر ده اللي اسمه الانثروبويد. الانثروبويد نسبتها الى الانثروبولوجي علم ايه؟ الاجناس المنقرضه. اخبار الاس كان سباي ايه؟ اما جيت عندي وبطلته بالمنظر ده طبعا يجيب اول بعض استنى اطلب زكاك يا ولادي. فبقول ايه لما تحطي افلاك افلاك بالمنظر ده اخبار الاس كان سباي ايه؟ وعارف كنت النهارده؟ طب يا دكتور محمد ايه اشهر حوض فيهم؟ اشهر حوض فيهم؟ ابو مين اللي بعديه يا دكتور؟ الاندرويد؟ لا اللي بعديه اللي هي الضغطوط. هم اقرب حاجه ليها بعد كده شبه القاره العاليه الناس المقارنه 25%. طب هم شبه الرجاله في 20% من الاحوال. اللهم الاثبات كام؟ خمسه كنت انا حاسس انك كسبت الناس في اليوم ده. عارف الاسامي دي انا حاسس في اليوم ده. وصلتوا ايه؟ يا ولد مين اللي هيلف التست ال 90% من السيرفر سيريو قدام؟ يعني كنت طب مين اللي هيبدا البرسيستنت والسيرفر سيريو؟ طب مين اللي هيلف اللي هو يبقى دايركت سيرفر سيريو؟ طب مين اللي هيبقى في النص عنده يبقى ليه ترانسفيرس اساسي؟ يا ولد يعني انت يا دكتور نعمل صح على البي بي الاسكال طبعا قول يا بلد ناس البي بي الاسكال سباين يس بس كده يا دكتور انت شفت مين بس؟ انت شفت الاوضه بس طب ازاي تشوف ايه؟ انت هتعجزوني يا دكتور انت هتعجزوني بس ما احنا واخدين الكلام ده بس ما انا بقول لك ما فيش حاجه كده بكل النهار شايف ازاي اشوف عند الجلد اهو يا سيدي بي 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 شايف فاكر؟ يلا انهي دايركتور ده؟ كم سنت تقريبا ده؟ الدروش ونص اطرح منه سنت ونص انت معانا في الدروب يعني ايه الدروب؟ 11 انتم ده انا عاشر مره اقول الكلام ده النهارده وهي دي كانت اهميه الدايجرام لو طرح منه سنت ونص يجيب لك الاناتوميك الدروب 11 اه دكتور الكلام ده الدروب مش محتاج مستحيل حد يدخل صباعه كده ويوصل عند الدروب دي حاجه واحده بس اما يكون عنده حب يا دكتور اكستريملي كونتراكتد قليل جدا والبروموتر وصلي قوي في حالات الريكس مثلا مستحيل ده لوجيكال. طب ده مؤلم ولا بينلس؟ مؤلم؟ انا مش قادر اتخيل ان في حد ممكن يوصل بروموتر من بي دي مستحيل قصدي صباعك يا ابني ما يوصلش وما بينلس بقى ولا بينلس بقى يعني يا دكتور ما بتعملش ما بيتعملش الزفت الدايجنال كونجوميت ولازم تبقى فاهم كده كويس قوي ولو انت بتذاكر ومحدش بيفهمك ايه اللي بيتعمل وايه اللي ما استفدتش هم تقول لي اهو البي دي دول صباعهم دول صباعهم كده بس حضرتك بتقول انا صباعي هنا جاب ايه من الجلد يا دوبك اتحط تحت الايه؟ سنسس بوكس يا دوبك صباعي المنظر ده شاف انجل اللي بيقول لي عليه متأثر يا قوي صب يومك صب يومك طب كده بجد وحسب السب يونت انجل هتقدر تقسمه لاربع انواع من الحب باذن الله. اذا يا دكتور محمد البدايه تحس بالبي بي الا حاجتين وكل الباقي مشطوب ومين هما الحاجتين؟ الايستر سباين والاي انجل السب يونت انجل اكسترنال بيرفيمتري لاجي بتوم يحرق الراديولوجي اوكسليت يحرق الانترنال بيرفيمتري بلاجنال كونجيوجيت يحرق هما مين الحاجتين الوحيدتين اللي بيتعملوا؟ اسكال سباين ومين؟ والسب يوبيك انجل وعلى اساسه بيتقسم الحوض اربع انواع يلا اولاد شغلوا ذكائكم باذن الله يلا كلام الفوائد اللي موجود يلا ايه رايك في السب يوبيك انجل بتاعت الكلمات بس؟ ضيقه ولا واسعه؟ بسم الله ما شاء الله اوبتيوز اكثر عندي من 100 درجه اوبتيوز اوبتيوز طب ايه رايك لما ارجع كده الاندرويد بيربس؟ ايه رايك في الاندرويد بيربس؟ اقل من 90 درجه اقل في اوراق اقل من 90 درجه صافي اهي 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 ضيقه قوي ضيقه قوي اذا فاهم اذا فاهم طب ايه؟ ده الله يخليكم ما تحرمونيش يلا الفلاش بيربس اكيد الصف يومك قال لي اخبارها ايه؟ واسعه للاخر لانه فاق مفتوح بالمنظر ده و 180 درجه كبير او اللي متبطط اللي شبه الدرج ايه اللي حصل؟ اكيد السبيومك قال لي الاخبار ايه؟ ضيقه على الاخر ضيقه على الاخر برافو عليك ضيقه جدا جدا والذكاء يشتغل واحد
اثنين عملت له كده فاكيد دايره السبيوت قوي، واحد اثنين وسعته كده اكيد فتحت عندي السبيوت قوي، ما شغل دماغك بقى، ما شغل دماغك بقى. يلا يا ولاد يلا يا ولاد، يعني الحاجه الوحيده اللي بنعملها دينا تعالى. ولا اقول لك كل شويه اجيب مساعد؟ عارفين يا ولاد اللي احنا بنعمله في ثلاث دقائق؟ ادي المسؤول فينا ولا مرة ولا كرعة؟ بإيد الشمال بس في البيت. تحت دي واسعة أوي. عندي هنا 180. إيدي واقعة. علشان أحس بالإسباين. إسم الإسباين. ولو خلاص مسلوب يبقى عصبين. أبو إصبعي هنا واقعة. علشان أحس بالسبيوبيك أنج. ولو هي أوتيوس يبقى أني عندي واحدة. اللي هنا تعالي كده السكون، تعالي كده، لابس مدام ما شاء الله، الراس بتخش، يسكن اسبوعين واسعين، الصف بيوت هنجيب بسم الله ما شاء الله واسعة، أهلا وسهلا بيك بعد مين؟ الولاد الطفلين، وريني كده، لا 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 لا، الجمهور بعيدة بعيدة، لا السكون، هنعمل مع بعض إيه؟ فرايد، لا 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 السكون، الطرح اللي كان بيجري مين؟ عارفة لو حد سابق تقولي شو هيحصل مين؟ طب شو؟ طب يا دكتور انهي حور بقى بتلاقيه في السوق اللي يقول لي انهي حور من دول اشهر يبقى جامد؟ اكيد السؤال مش معقد، اكيد السؤال مش عشان تقول لي 50% زي ما قلت. مين اشهر حور من دول؟ ده مكتوب عندك، ده ميكس تايب، ده كوبن سبايد، يا ولاد حتى ما بتستعنوش تبصوا على الورق، ما بتستعنوش تبصوا على الورق. الاشهر تايب هو الميكسد، مفيش عندي بيور دايناتويد يا ابني، كنت اتطلبت ليها الدايناتويد دي، كنت بعدت على الاندرويد دي، كنت بعدت على اللي شبه الجاد دي، كنت بعدت على الفلات دي، اكيد اكيد. طب ليه اشهر نوع هو الميكسد؟ انتوا مش قادرين تركزوا خالص، انتوا مش قادرين تركزوا خالص، لان ايه اللي بيأثر على الحوض؟ ممكن تبقى مستلم الحوض كونجنتال، اخباره ايه؟ دايناتويد وزي الفل، لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ اقوار فاكتورز اتفق عليها الشفوي اللي هم اقوار فاكتورز الخمسه. ايه اللي حصل يا دكتور محمد؟ ايه اللي هيحصل لي كارنتي اول ما بيقول لي؟ ايه اول حاجه بتقولها في حياتي؟ عايز ارضع يا ماما، عايز الام يا ماما، عايز كالسيوم ومين؟ وفوسفرس. يبقى مين اول فاكتور بيمصر؟ يفرق. ولو مفيش كالسيوم وفوسفرس ايه اللي بيحصل عندي؟ ريكتس وجوزته ماليش. طب ايه تاني حاجة بتحصل بعد ما حضرتك بتضيع؟ على حدود سنة كده يا دكتور بنقعد، على حدود سنة ونص كده عندي، ولا ما اعرفش سنة وشهرين بنمشي. طب وانت بتقعد ايه الفاكتور اللي بيأثر على البنت وهي أعلى؟ مين بس من فوق جراد؟ وزنها. طب افرض البنت بتاكل لبن صناعة كربوزة، مش وزن البرفيمر يبقى جامد على السكر عندي؟ تمام. طب وشايف البنت لما تمشي بقى في عندي حاجتين اضافيتين، مش الوزن بس، مين ضغط هنا ومين ضغط هنا؟ برافو عليك. يبقى ايه اللي انا عملته على الميكانيكال فاكتورز؟ حسب الحركه. افرض البنت عندي اتحركت متاخر، افرض البنت كانت تكتوكه وبتقعد هيك، والبنت كبرت الحمد لله، والبنت كبرت واتطورت بسم الله ما شاء الله، جت على 12 13 سنه وطلع لها هرمونات. مين الهرمون اللي هيبقى انفيرير جايناكويد في الاسم؟ استروجين. والبنت حضرتك فجأة وهي في أولى إعدادي جالها فجأة وهي عندها 12 سنة وقت البيبرتي، وهي وأصحابها كل يوم عندهم مؤمن، كل يوم عندهم، ودخلت وابتدى يظهر لها شعر والدورات بقت ريفلر، ويبقى مين الهرمون الأساسي في البي سي أو؟ ساعتها الحوض هيتغير شكله ويبقى مين؟ أندرويد. بسم الله ما شاء الله البنت اتطورت وقررت البنات خرقها، وبسم الله ما شاء الله 16 سنة والبنت بقت مصحة الحمد لله، وقفت معاك عندي حضرتك صاحبها على الموبايل، هتقابله حضرتك في شارع النزهة قصاد دار الدفاع الجوي، كل وقت كان حضرتك مستني هنا قصاد الرقابة كده ليه؟ أنا مش رايحين لك بالغلط، وهي الناحية الثانية لحضرتك ورايحين عشان يقعدوا مع بعض على مين؟ على كافيه، وهي بقى بتعدي الشارع، انت ايه اعتبر الرقم الصيعة دي؟ وحاسه وحصلت دكتور خرقها ورجلها اتكسرت ديزيز، ولا بقاش سوء النية دي؟ فبنت لازم تخرج بقى في مصر، وقعدت مع الاهل بقى وشيشت وجالها تي بي وجالها بوكس ديزيز برضه وانت ايه؟ بس اديها الخمسه بقى شهر كونجنتال ايوه، نيوتريشنال اللي بعده، ميكانيكال اللي بعده،
فالمهم العلوم بينزل فبالبيت اللي فيها حصل هيجيب لها اي نوع من الحوض اصلا يطلع عندك خمس منتجات خليك تتضايق ويسموه تراك انجلت يا الاوت تضايق يا كان تضايق يا اما كله ضايق ويسموه ايه؟ تراك يا اما حوض عندي سمين وبيع العبقري اللي جاوا ده معلم اهو رجلنا اليمين اتقطعت اللي يقول لي انهي اوبليت ده يقدر هيتاثر هياخد 50 جنيه ويمشي ليفت لفت اهو ادي واحد اهو لفت اوبليت عامل هنا بالاحمر وادي واحد تاني هنا عامله حضرتك بالايه بالاسود تمام لفت اوبليت باليمين اللي تقول لي بقى انهي اوبليت ده يقدر هيتاثر الازرق ابو الازرق ده اسمه ايه؟ اللفت ليه قلت اللفت؟ اللي هي بقت شغاله على انهي رجل اكتر؟ اللفت طب مش شغاله على الرجل عندي اللفت مين اللي قال غلطان انت غلطان لو هي عندي بالمنظر ده حضرتك عندي ماشي لو هي بالمنظر ده حضرتك عندي وصوريكم بس التمويل اهو لو هي بالمنظر ده رجليها اليمين عندي مقطوع رجليها اليمين مقطوع معتمده على اي رجل طب الشمال ده بتضغط فين؟ هنا اهو طب ده على مين على اللون الايه؟ طب الاحمر ده اسمه ايه بوليك ده؟ ليه قلت الرايت؟ ليه قلت الرايت مش الرايت؟ لأنه بادئ منين؟ من الجنط، بادئ شفت الحوالات، بادئ منين؟ بادئ من الجنط، وأنا بحس إن الجنط ولا إيه ممكن تكنس؟ لو رجل اليمين مقطوعة يبقى أنهي أوبليك هيبقى ليا؟ رايت إز رايت، أند ليفت إز ليفت. رايت إز رايت، أند ليفت إز إيه ولا إز ليفت. عرفت الحصة كده هنعمل إيه؟ عليك بس اليوم بدقة، بالأنواع بدقة، ونكمل الحصة.